السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن الحجر الصحي والتاسع والعشرين من رمضان، وربما يكون غدا الأحد يوم العيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إيوا الحجر الصحي هذا مصنفين، خرجوا نصوروا لنا، نصوروا عاخ الدار مقابلين النباتات والخضرة. هذه بطاطا، هذه بطاطا، بطاطس، سبحان الله، كأنها عجينة، عجينة ملوية على جوج. هذا خلق الله، شكرا لكل من مر من هنا وزارنا في قناتنا، حفظكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.